ومن موسكو ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف عبد الله الحمادي وصالح العمري أعضاء الطاقم رقم واحد من مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء. بداية نرحب بكم عبد الله، كيف تم اختياركم لهذه المهمة؟ طبعا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شاكرين لكم الاستضافة هذه. بداية أود عبر منبركم الكريم أن أشكر القيادة الرشيدة على اختيارنا لهذه المهمة، وطبعا جوابي على سؤالك بيكون خضعنا لفحوصات طبية دقيقة واختبارات نفسية ومقابلات شخصية كثيرة، ولله الحمد تم الاختيار علي أنا وعلى أخوي صالح العامري. صالح، لو تحدثنا عن تفاصيل التجربة والتدريبات التي تلقيتموها. أولا مساكم الله بالخير وشاكر لكم على هذه المداخلة. في البداية مثل ما تفضلتوا وقلت أن هي تجربة محاكاة الفضاء، هي طبعا مثل ما هو واضح من اسمها محاكاة لبيئة الفضاء، يتم فيها إشراك رواد الفضاء للقيام بالأبحاث العلمية وتطبيق سيناريوهات مختلفة للرحلات الفضائية إلى القمر والمريخ في المستقبل. التفاصيلها يعني هي عبارة عن 6 من أفراد الطاقم من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ووكالة الفضاء الروسية روسكوزموس ومركز محمد بن راشد للفضاء. الهدف الأساسي طبعاً نقوم بأكثر من 60 تجربة علمية من مختلف الجوانب، سواء كانت فيزيائية أو طبية أو حيوية أو نفسية. طبعاً مهمتها دراسة تأثير العزلة على جسم الإنسان في الرحلات الفضائية الطويلة. جزء من تدريباتنا عبارة عن فحوصات طبية واختبارات نفسية وتجارب علمية، وأيضاً اللي هو الروبوتات والواقع الافتراضي. فحالياً عندنا تدريب مكثف يومياً لمدة 12 ساعة في اليوم للتأكد من جاهزية الرواد قبل بدء فترة العزل في نوفمبر المقبل. فنتمنى إن شاء الله كل التوفيق لأفراد الطاقم، ونتمنى إن شاء الله رفع اسم الإمارات في كل المجالات العلمية والفضائية بدل عامة. عبد الله الحمادي وصالح العمري أعضاء الطاقم رقم واحد من مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء، موفقين إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم.